شهور قليله تفصلنا عن اضخم عمليه استحواذ في تاريخ التقنيه حيث من المقرر ان تستحوذ شركه دال على اي ام سي في صفقه يمكن ان تصل قيمتها الى نحو 80 مليار دولار وللحديث اكثر في هذا الشان ينضم الينا الرئيس التنفيذي لقطاع البنى التحتيه للمعلومات في شركه اي ام سي ديفيد جولدن سيد جولدن مرحبا بك على شاشه سكاي نيوز عربيه إذا هناك الكثير من التساؤلات بشأن عملية الدمج التي ستحصل بين دال و إي إم سي. هل أعطيتنا المزيد من المعلومات في هذا الشأن؟ إنه سؤال جيد. لقد أعلننا أن الشركة الأم ستدعى دال تكنولوجيز. وسندمج جميع الأعمال الخاصة بتخزين البيانات والحوسبة السحابية والتكنولوجيا الافتراضية وأمن المعلومات تحت اسم شركة تدعى دل اي ام سي بنسبة 50% لكل من الشركتين وهكذا سنصبح الشركة الأضخم في قطاع البنى التحتية للمعلومات وهذا سيمنحنا فرصا وقدرات هائلة علما أن دل ستحافظ على خدماتها في مجال الكمبيوتر سيد جولدن ما الذي ستعنيه عملية الدمج مع "دال" بالنسبة إلى منافسيكم؟ أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب الوقوف في موقع العملاء، وقد أبدى هؤلاء اهتماماً ورضاً كبيرين بالنسبة إلى عملية الدمج، فعملاؤنا يتطلعون إلى التقنيات التي تسمح لهم بالتحول إلى شركات رقمية بامتياز، والدمج بين إي إم سي ودال سيدعم هذا التحول بقوة ويمنحنا المزيد من نسبة الاستحواذ على السوق. أعتقد أننا قادرون على التحول إلى أبرز شركة مقدمة لتلك التقنيات في العالم من المعلوم أن هناك شراكة بين إي أم سي في وير وسيسكو ما هو مستقبل هذه الشراكة في ضوء عملية الدمج مع دل؟ لقد شهدت شركة VCE الكثير من التطور منذ الإعلان عنها عام 2010 كمشروع مشترك بين سيسكو وإي ام سي وفي إم وير وفي نهاية عام 2014 استحوذت إي ام سي على أغلبية أسهم الشركة، وبالتالي في سي إي ككيان مستقل لم تعد موجودة منذ نحو عام ونصف العام، لكننا سنبقي على شعار ومنتجات في سي إي. أطلقتُ منتجاً جديداً للتخزين يدعى يونيتي. ما هي اهميه هذا المنتج بالنسبه الى الشركات الصغيره والمتوسطه لا سيما في الشرق الاوسط حيث تبلغ نسبه تلك الشركات نحو 70% يونيتي so, uh, uh, the... هو الإعلان الأكثر إثارة في مؤتمر EMC هذا العام. وهي عائلة جديدة من أنظمة التخزين التي تساعد في تبسيط وتحديث مراكز البيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة. تتميز يونيتي بسعة تخزينها التي يمكن أن تصل إلى ثلاثة بيتابايت، وسعرها المنخفض بالمقارنة مع حلول الشركات الأخرى إلى حد خمسين في المئة. لذا هو حل بسيط وقوي وسهل الاستخدام وموجه خصوصا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الأكثر انتشارا في العالم دعني أصف يونيتي بأنه حل ثوري وسيغير قواعد اللعبة في قطاع تخزين البيانات الضخمة لا سيما بعد الاندماج مع دال سيد جولدن كيف هو مشهد التنافسية في مجال تخزين وتحليل البيانات الضخمة؟ هناك مروحة واسعة من المنافسين في أي قطاع للأعمال لكننا بعد عملية الاندماج مع دال سنواجه منافسة أكبر لأننا سندخل قطاعات جديدة والمنافسة لن تقتصر على الشركات الكبيرة أو العملاقة بل ستشمل الشركات الصغيرة أيضا دعني أقول لك اننا نملك مجموعه من نقاط القوه لعل ابرزها اننا الوحيدون الذين نخصص ميزانيه للابحاث والتطوير وبالتالي سنقدم حلولا مبتكره لاي من عملائنا كما اننا شركه عالميه وقادره على ولوج اي سوق بقوه وتأمين الدعم المحلي. في المقابل لدى منافسينا الكثير من الفجوات والعملاء في النهاية يبحثون عن حلول متكاملة ومبتكرة. برأيك كيف يمكن الوصول إلى المدينة الذكية الناجحة في المستقبل؟ I really is ان الوصول الى مدينه ذكيه ناجحه يقوم على الحلول السحابيه فتلك المدن مبنيه على اساس مفهوم انترنت الاشياء حيث تتصل جميع الاجهزه والمستشعرات بالانترنت وتقوم بجمع البيانات ونقلها الى مركز خاص لاتخاذ القرارات الذكيه والصحيحه التي تخدم اولئك الذين يقيمون فيها لذا المدينه الذكيه هي مجموعه من التقنيات المبتكره في مجال انترنت الاشياء والبيانات الضخمه والتنبؤيه والخدمات السحابيه نحن سنركز على قطاع المدن الذكيه ولدينا الكثير من المشاريع لكن هناك حقيقه لا يمكن التغاضي عنها وهي انه لا توجد شركه واحده تملك رؤيه متكامله لنجاح المدينة الذكية ونحن نتطلع تحديدا إلى البنى التحتية لتلك المدن السيد ديفيد جولدن الرئيس التنفيذي لقطاع البنى التحتية للمعلومات في اي ام سي شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة well,